ونختم بآخر حاجة، نقول خبر جميل. النهاردة 8 أكتوبر جمهور شيرين عبد الوهاب بيحتفل بعيد ميلادها وبيقول لها إحنا سندك وعيلتك التانية. ف يعني كل الصفحات على السوشيال ميديا كلها احتفالات بشيرين، وتعليقات كتيرة جدا موجودة حلوة لواحدة من أجمل نجمات مصر. كل سنة وانتي طيبة ومبدعة ودايما مستمتعين بيكي وبفنك، يا رب كل حاجة وحشة تعدي وتكون سنة ميلاد جديد وبداية جديدة. كل سنة وانتي طيبة يا شيرين. إن أثبتي شيء أثبتي أنك الحاضر الغائب، بمعنى أن رغم أن أنتي ما عملتيش حفلات، رغم أن أنتي ما عملتيش حوارات الفترة اللي فاتت دي احتراما طبعا للظروف اللي أنتي بتعدي بيها، إلا أن أغانيكي كسرت الدنيا، كسرت الدنيا بمعنى كسرت الدنيا. نمبر 1 ريتنج في كل الاماكن اللي ممكن اي حد يسمع. الناس كانت بتطلب، انا حضرت على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، ناس بيطلبوا اللينكس اللي ممكن يوصلوا بيها لمجموعه الاغاني الجديده اللي انت نزلتيها. هو ده اللي احنا عايزين نقول لك يا شيرين، انتي لوحدك ترند، ما بالك اغانيكي لما تبقى كمان متميزه بتبقي ترند الترند كله. فيلا بقى شدي حيلك وارجعي لنا بصحه وقوه، ومفيش حد يستاهل، والنجاح بتاعك هيعوضك حاجات كتير جدا، اهمهم انك هتبقي المثال القوي الحي الناجح لبنتين زي القمر. كل سنه وانت طيبه يا شيرين. والنجاح دايما هو الابقى وهو القوه وهو احلى وامتع شيء واخلص شيء للانسان. ويبدو ان برج الميزان هو برج العبقره وبرج المبدعين وبرج الرائعين. يوم 10 يوم الخميس كمان عيد ميلاد الملك محمد منير. يا رب دايما في احلى صحه واحلى خير، ومال حياتنا غنى وانسانيه وروعه وثقافه ومتعه. ربنا يمتعك بكل حاجه حلوه الكينج محمد منير. كل سنه وانت طيب يا كينج يا حبيبنا، احنا بنحبك وعايزين نطمن عليك. انا متاكده انك هتعدي بالف سلامه، ونقول لك من هنا 100 مليون سنه تعديهم وانت بينا بصحه وسعاده، واغانيك الرائعه وتراثك العمره في حياه عمره ما هيتنسي. انت كونت مشاعر اجيال، اغانيك اصبحت هي صور حقيقيه لحب شخص لبلده مصر. فكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، كل الامتنان وكل الحب للرائع دائما محمد منير.